هذا الباب الغبي ما عرف يخرب غير اليوم على حظي. ما تتوتر علي بنوب، ما ضل غير شوي روح تخلص تحضير للبحث تبعك. شو كان اسمه؟ رانزو بيانو، هو معماري كتير مشهور ما تنسى. رانزو بيانو، صعب اسمه عم ضل انساه. حاول تعمل له رمز. كيف؟ ران من غزلان، ران والزو، تذكرها من حديقة الحيوانات، فاصول يعني بيانو. مو لهالدرجة، أكيد رح أتذكر البيانو. إذا أنا ما تدخلت، أنت من وين رح تتذكر حضرتك؟ بس حاول ما تنسى، الغزلان وفاصول رح يساعدوك بإنك تتخطى البحث تبعك. أنا معجب بذكائك كتير، أعطيني هالبنسلة قلي. أنت محظوظ إنه أنا عم ساعدك بالرموز، تخيل لو كان أوغوز. كنت رح أتدمر وأترك دراسة الهندسة النهائية. تمام تمام، خلصنا، وأخيراً. رح جربه. جربي. لا شو صار؟ ما عم يفتح. خلينا نحكي مع أوغوز. موبايلي برد، قل له أنت. وموبايلي كمان. يعني رح نضل هون لحتى يجي حدا؟ بس أنا لازم أطلع وغير تيابي لحتى ألحق وروح على النشاط. وأنا كمان ما رح ألحق التقديم. رانزو بيانو، أنقذنا. ما نسيت اسمه. رانزو بيانو. شبه هي الحركة، انت لما تتوتر بتحك وشك هيك، وانت بتعضي شفافك لما بتتوتري. امتى صار هذا الشيء؟ لما عصبتي وضربتي التلفزيون بوكس. اوف هديك الضربة. وقبل امتحانات الجامعة بيوم. ايه ايه صح، وقت لعبنا مباراة مع نادي العمال قبل ضربة الجزاء. ليك اوعك تحكي عن هديك الضربة ها، لأنه سددت من الزاوية 90 تماما. بعدلك كمان. نحن منعرف بعضنا كتير منيح ما؟ صح، ما بتوقع في اثنين بيعرفوا بعض مثلنا نحن. لما فكر بالقرار اللي أخدناه ويلي صار بحس بشعور غريب، أو أقول لك ما بعرف. شوفي، لما شخصين يعرفوا بعض كتير منيح بيكون من السهل يكونوا علاقة حب، بس كان الموضوع صعب. انسى علي، المهم إنه نحن حاولنا. لو استمرينا بعلاقة هالحب كنت خسرتك للأبد، وكنت ما عاد رح أشوف هالضحكة الحلوة. هي الضحكة هي مو معقول شايف. أوغوز كيف هي؟ أوغوز ساعدنا. ما عم صدق، حاسس الموضوع مزحة. بصراحة يا رفيقي، الموضوع ما كان سهل علينا كمان، بس صداقتنا تغلبت على مشاعرنا أكتر. لا أخي لا، أنا ما رح سامحكم، ما فيني. أوغوز اسمعني شوي، ما فيك تسمي الشيء اللي صار بيناتنا علاقة أبداً. فيك تقول إنه هذا الشيء كان عبارة عن شوية مغازلة وبس. لك إيه، أنا بعرف هاي المرحلة كتير منيح، أنا مريت بهذا الشيء 8 مرات على الأقل من قبل لحتى ما أكون عم خون كيت. كتبت كتاب عن هالمواضيع، كيف ما قدرت لاحظ هالشيء؟ معقول ما لقطت ولا أي إشارة؟ مو معقول كون غبي لهالدرجة، ماني مصدق. لا أنا ما رح أقدر سامح حالي، كيف أنا ما لاحظت هالشيء؟ كيف؟ طيب فهمنا، خلص بكفي بقى، يعني ما عاد في داعي نضغط عليه أكتر من هيك. نحن قدرنا نخبي الموضوع منيح. اي والله خبيناه كتير منيح، كنا حذرين كتير وما تركنا ولا أي أثر ورانا، وما سمحنا لأي حدا يحس بهالشيء. لهيك المشكلة مو فيك، المشكلة فينا. عن جد هي؟ لك ايه هيك، وكنا مقررين إنه أنت أول شخص رح نخبره بالموضوع مو؟ اي أكيد، لأنه أنت الوحيدة اللي رح تفهمنا، الباقي ما رح يهتموا بالموضوع مثلك. لهيك خلينا ما نقول شيء لسينان وجوجهان حاليا، نرجع نحن منخبرهم بالموضوع بس يجي الوقت المناسب. خلي هالموضوع صار بيناتنا. ايه كنت عارفان انه هالشي رح يصير. ليك اذا انت خبرتهم بالموضوع رح يكتشفوا انك فاشل بهي المواضيع. يعني انتو ما رح تقولولن اي شي؟ ما رح نقولن.